بونجور يا حلوين، ازيكم؟ بصوا بقى، انا في جاليري في وسط البلد اسمه كريم فرانسيس، واول مره انا بحب الارت بس مش فقيهه، وعندي صاحبتي البيست فريند هبه المعز هي اللي بتورجنايز ا لوت اوف اكزيبيشنز، فبتقول لي يعني بحاول ان انا اطور من نفسي واطور من حبي للارت، بس بصراحه اول مره اشوف الستايل ده. تعالي يا دوري. ما تبقى مني، انا لم تبقى مني شيء. بتكلم فيها عن ذكريات متعلقه في دماغنا لما بنروح اماكن. اتكلمي بسرعه عشان المتابعين خلقهم ضيق. بتكلم فيها عن ذكرياتنا لما بنروح اماكن واحنا كبار دلوقتي، اماكن اتربينا فيها واحنا صغيرين، مدرستنا القديمه. بس انتوا فاهمين الموضوع عامل ازاي؟ فبعبر عن الحاجات دي كلها، بتبقى عباره عن بقايا، بقايا ذكريات، بقايا حاجات في دماغنا. هو ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده الشيفونة؟ أورجانزا؟ لا ده انت مكلفة بقى. برافو عليكي. لا لا بس بجد برافو عليكي، برافو. انا يعني لسه بحاول استوعب اللي انت عاملاه، بس انا متأكدة ان هو صعب وغريب وجديد. ده حقيقي، هي عبارة عن حاولت اعبر عن فكرة الحلم او الذكريات او الحاجة اللي بنفتكرها مش بنشوفها بشكل كامل. ايوه لكن نفسك تقوليها بس. برافو عليكي. ما تبقى، انا يا حبيبتي فقدت الذاكره وفقدت الذكريات. صح يا بوبا، انا مش فقدت الذاكره وفقدت الذكريات.